أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل علاه تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كان لنا كلام عن هذه الآية بما هي تتضمن شؤون الربوبية، وبما هي تتضمن حقائق الأسماء الحسنى جميعا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وسقنا كلمة ابن القيم رحمه الله، حيث إنه سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن. كل الخلائق تتجه إلى مولاها، يسأله كل من في السماوات والأرض، كل الخلائق، كل بدلالتها على الاستغراق لجميع أفرادها ممن أحيط بهم في السماوات والأرض خلقا وعلما وتقديرا وتدبيرا. بمعنى أنه ما من مخلوق إلا وهو في حاجة إلى مولاه، إلى خالقه جل وعلا. ولذلك نفرع عن هذه المسألة اليوم إن شاء الله أمرا يهمنا نحن بني آدم، بل نحن المسلمين خاصة. إذا كان كل من في السماوات والأرض من الخلائق كما بينه في الحصة السابقة يسأل مولاه جل وعلا ويدعوه رغبا ورهبا، من الإنس والجن والملائكة وسائر الكائنات الحية وسائر الكائنات الدائرة في الأفلاك كالكواكب والنجوم والجبال والشجر والدواب وكل مخلوق خلقه الله جل وعلا، وقد فصلنا على قدر الطاقة في هذا الأمر في الحصة السابقة، من أن كل هذه تشمل كل شيء، وأن العاقلية كما يفهمها الإنسان ليست هي المحددة الأساس لهذا المعنى من العموم. يعني من في السماوات والأرض ليس فقط من بني آدم أو من العاقل إنسا كان أو جنة أو ملائكة، بل أيضا النمل والحوت والنحل والجامدات التي نظن أنها جامدات، وقطعا لا شيء جامد في خلق الله، وكل في فلك يسبح، ولا شيء صامت في خلق الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأن هذا التسبيح يحصل عن إرادة وطواعية وليس عن قهر فقط، كما قاله غير واحد من علم الكلام، والدليل على ذلك ما هو مذكور نصا وصراحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أن الكائنات تسبح ربها، وأن هذا التسبيح يحصل من إرادتها، من حبها لخالقها، من رغبتها ورهبتها. قالتا أتينا طائعين، فها هنا مطاوعة، ولا ينبغي أن يفسر ذلك على أنه ضرب من يعني السنن التي خلق الله في الكائنات، فهي تدور رغم أنفها أي الأرض حول نفسها أو على نفسها وحول الشمس إلى غير ذلك من المقالات التي يعني حقيقة وموجودة، لكن هنالك شيء أعمق من هذا. النظر الآدمي الإنساني محصور بالماديات الحسيات، ذلك مبلغهم من العلم، وإلا فما هو مبثوث في كتاب الله جل وعلا أعمق بكثير من هذا الأمر. نرجع إذن إلى المقصود الذي نفرعه من العمل. إذا كان الكون كله يدور في فلك محبة الله، يدور في فلك عبادة الله رغبا ورهبا، فما بال الإنسان إذن، رحمك الله، ما بال الإنسان يشرد عن عبادة الله
سيمثل إذن نشازا، نشازا داخل هذا النظام الكوني البديع العجيب الذي ما من شيء فيه إلا وهو يسبح الله، إلا وهو يعبد الله ويسأله ويفتقر إليه. إن هذا التعبير العجيب، يسأله سؤال طلب، يطلبون ما يتعلق بالرغب من الرحمة والرضا الرباني العظيم، وما يتعلق من الرهب من الخوف من عذابه ونقمته وغضبه، نعوذ بالله جل وعلا من غضبه. كل الكائنات تسأل مولاها هذا وتسير إليه رغبا ورهبا. إذا كان ذلك كذلك، فيتبين إذن بنصوص القرآن الكريم أن الوظيفة الأساسية للإنسان هو أن يسلك إلى ربه ضمن هذا النسق الكوني العجيب، أي ما من شيء له سائر إلى الله جل وعلا. فوجب على الإنسان أن يسير إلى مولاه، أن يدور في فلك الطاعة كما تدور الكواكب والنجوم في أفلاكها. الأرض لها فلك تدور به مدار معين معروف، القمر كذلك، المجموعة الشمسية كلها كما يتحدث أهل الفلك المعاصرون الآن، كل شيء يسير، والقرآن قال هذا منذ زمان، كل شيء يدور في فلكه. الإنسان يدور في فلك عموره عبر مواقيت، هي مواقيت العبادات من الصلوات والزكوات والحج ورمضان وما شابه هذا وذاك من المحطات اليومية كالصلوات الخمس، محطات يومية ومواقيت، ومن المحطات الشهرية والمحطات السنوية والمحطات العمرية، مما واضح في العبادات مما يفعل مرة في السنة ومرة في العمر وما شابه هذا وذاك، ومما يتطوعه الإنسان نفلا يوميا أو شهريا، أو كل هذه محطات ومنازل كمنازل الأفلاك، يعني مدارات يدور فيها الإنسان وهو يدور وعمره ينقضي لكنه يرتقي، وهذا هو العمر المبارك. الدوران لا بد منه، يعني السير، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فهذه حقيقة حتمية لا جدال فيها. لكن الإنسان بين طريقين، إما أنه يسير على سبيل الترقي، على سبيل الترقي يدور في فلكه، ولكنه وهو يدور العمر يفنى لكنه يزكو، تحصل له تزكية ويترقى، فيبقى من بعد ما يفنى يبقى بالله جل وعلا. وهذا شيء عجيب، وهو الذي جاءت به الرسالات، وهو أساس الديانات. جاءت الرسل لتزكية الإنسان ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أو يتلو عليهم آياته ويزكيهم حسب الآية الأخرى. فالتزكية إذن تقديما وتأخيرا غاية، غاية من العبادة، يزكو عمر الإنسان، يزكو ويشعر فعلا أنه يحيا حياة، ويمتد عقله ووجدانه في أفق الغيب، ولا يشعر أبدا أن الموت انقطاع وعدم وفناء وجودي مطلق، لا أبدا. تلك مشكلة الكفار، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، تلك عقدتهم، تلك ظلماتهم. هذا القرآن العجيب الجميل يخرجنا فعلا من الظلمات إلى النور، من ظلمات هذا الجهل بالله، من ظلمات هذا الجهل بطبيعة الحياة، من ظلمات الضيق والقلق والوسواس والخراب العصبي، إلى نور السكينة والطمأنينة وبشاشة الإيمان وراحة الإسلام. شيء عجيب جدا فعلا أن يكون الإنسان مؤمنا، وتلك نعمة والله لا يدري حقيقتها إلا من عاش تلك الظلمات، ثم من الله عليه بالإسلام فذاق حقا حلاوة الإيمان. نحن المسلمين نعيش أزمة، أزمتنا أننا ورثنا شيئا هو الإسلام لكننا لا نعرفه، لا نتذوق طعمه. حينما يحرم الإنسان الحقيقة يوما ما أو لحظة ما يدرك قيمتها تماما كالصحة والعافية، عافانا الله وإياكم جميعا،
متى يشعر الإنسان بقيمة النعمة؟ نعمة البصر أو نعمة السمع أو نعمة الذوق أو نعمة القوة والعافية؟ حينما يفقد شيئا من قدراته كليا أو جزئيا، آنئذ يدرك كم كان جميلا وكم كان ممتعا أن يتمتع بهذه النعمة أو تلك. ولكن لا يقدر الإنسان حقيقة الشيء مع الأسف إلا من بعد ما يفقده. مشكلتنا إذن أننا نعيش نوعا من تيه بسبب الإلف والعادة التي لم يقع فيها ولا بها ولا عليها تجديد للدين. مطلوب مني ومنك ومن كل إنسان مسلم أن يجدد إيمانه يوميا. ما معنى يجدد إيمانه؟ يجدد شعوره بالله. تعال، وظيفة العبادات الرئيسية هي هذه، ترتقي بالإنسان فيزكو فيشعر بساعة العمر وبركاته. النوع الثاني، تحدثنا عن نوعين من السير إلى الله، إنك كادح إلى ربك أي سائر إليه بمشقة، كدح العمل الشاق كدحا، وهو السير العكسي، أي السير لا بد من أي أنك تفني عمرك أحببت أم كرهت. لكن هنالك والعياذ بالله السير الآخر، السير عن طريق الدرجات يرتقي، والسير عن طريق الدركات وهو نسأل الله العافية النزول، أي إحباط العمر ونزع البركة منه. ولو عاش مئات السنين لا يذوق من طعم الحياة حقيقة ولذة المعرفة بالله جل وعلا شيئا، فتسحق وتمحق بركة عمره، وبذلك والعياذ بالله يؤول إلى المآل الخبيث الرهيب من غضب الله، نعوذ بالله من غضبه. إذن النتيجة من هذا وذاك جميعا، إذا كان الكون سائلا إلى الله جل وعلا يسأله من في السماوات، كل من في السماوات عفوا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم، كل يوم هو في شأن، أي رب العزة سبحانه وتعالى مع خلقه يدبر أمر مملكته، يدبر أمر مملكته كل يوم، وهو كما قلنا قبل فوق الزمان وفوق المكان سبحانه وتعالى، محيط جل وعلا بكل خليقته، بكل خليقته. وهذه المن يسأله من، أي جميع من، كل من، ليس هنالك شاذ عن هذا النسق إلا الإنسان، كما قال في الآية الأخرى من سورة الحج وكثير من الناس، أي السجود الحاصل من سائر الكائنات كلهم، ولكن الناس كثير، وكثير حق عليه العذاب نعوذ بالله من العذاب. هذا الأمر ينتج عنه شيء قلت يتعلق بنا نحن معشر المسلمين تربية. هذا الشيء هو الدعاء، الدعاء الذين غفلوا عنه. أنا ذكرت كلام قبل قليل وهو أننا بالإلف العادة تفقدنا طعم الأشياء. يعني الإنسان يعني يدعو ربه في الصلوات وبعيد الصلوات ويعني أوقات مختلفة فيفقد، لأنه لا يجدد ذوقه بحقائق العبادات، لا يجدد إحساسه بالدين، لا يجدد معرفته بالله، يفقد جمال هذه الأشياء ويفقد حقيقتها ومعانيها، فيترك الدعاء ويهمله، وبذلك إذا تركه يخرج عن هذا النسق العجيب الجميل الذي هو مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، كاين عبارة ديال مخ العبادة لكنها ضعيفة، لكن المعنى صحيح لأنه صحيح هذا الحديث، الدعاء هو العبادة، وهذه العبارة أبلغ من الأولى. يعني هذه العبارة ديال الدعاء هو العبادة أقوى من قولي الدعاء مخ العبادة. فالدعاء هو العبادة، أي كل العبادة دعاء، كل العبادة دعاء. ما معنى الدعاء؟ ما معنى السؤال؟ المسألة يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يسأله سؤال، والدعاء يسمى السؤال والمسألة أيضا. ففي الحديث الصحيح عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، أي حذو الكتفين،
المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والابتهال أن تمدهما، ابتهال تمد يديك إلى أعلى، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، هكذا في الحديث الثابت الصحيح عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمسألة يسأله من في السماوات والأرض. الدعاء هو تعبير، يعني حقيقة أن تقول يا ربي نجني من كذا وأعطني كذا وأسألك كذا إلى آخره، يعني الصيغ يعني القرآنية أو الحديثية أو الإنشائية التي تنشئها، لا مشاحة في هذا طبعا، حولها نبند كما بالحديث، أي لك أن تنشئ من الأدعية ما شئت ما لم تصادم نصا قرآنيا في العقيدة أو في الأحكام الشرعية أو نصا حديثيا. معنى ذلك، وهذا هو المهم جدا في الدعاء، أنك تقر أن هذا المخ ديال الدعاء، إذا كان الدعاء هو مخ العبادة فللدعاء أيضا مخ، وهو الشعور بالافتقار والحاجة إلى الله، هذا الصلب وهذه الحكمة. إذا كان لكل علم حكمة والدعاء علم، فحكمته أن تجد في قلبك وتشعر بوجدانك بالحاجة إلى الله، إنك لا تستطيع تدرك ذلك وتذوقه، لا تستطيع أن تعيش بغيره سبحانه وتعالى. لا وجود للإنسان إلا بالله، ولا حياة له إلا بالله، ولا بقاء له إلا بالله، ولا رزق له إلا بالله، ولا دواء له إلا بالله، ولا قوة له إلا بالله، ولا حول له إلا بالله، وهكذا وهكذا وهكذا. الدعاء معناه هذا، لأن في العادة البشرية ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال، من اللي الناس كيمشيو يسعوا ويطلبوا شي حاجة في الأمور، قضاء المصالح الاجتماعية في إدارة كذا إلى آخره، كتبقى ترغب شي واحد يخدمك شي مصلحة. ما معناه؟ معناه أنك تعتقد في أن هذا الإنسان يعني له من القدرة والإمكان ما يحقق لك مصلحتك، ها واحد. ثانيا أنك تعتقد أنك أنت في حاجة، تجد أنت محتاج لهذا الأمر، وإلا ما تمشي شيء تذلل نفسك أمامه وتطلب له وترغب وتزوجه، فأنت إذن تتذلل، يعني كتمارس واحد النوع ديال الامتهان والتقليل من الشأن ديالك لما كتطلب واحد آخر. ولذلك الربانيون، هذا مقام عالي، مقام الورع، ما شاء الله، الربانيون لا يسألون أحدا شيئا، وأحد أصحاب رسول الله بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، كانوا كيبيعوا سيدنا محمد على الإسلام، ولكن قد يزيد بعض الصحابة على شيء، أحدهم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وبايعه على أيضا أن ينصح لله ورسوله، النصيحة لكل مسلم، في لما شاف شي واحد دير شي حاجة كيمشي ينصحه، هذه بايع على رسول الله، هذه زيادة، هي ليست زيادة طبعا هي بالمعنى السلبي، لا، هذه زيادة في المقام في المنزلة. أحدهم بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل أحدا شيئا وإن سقط صوته، واخا كان غادي على الدابة وطاحت له العصا باش كيسوق البيمة، ما يقولش لواحد عافاك مد هذيك العصا، لا، كينزل ويهزها بيدو. مقامات، لما؟ لتحقيق العبودية الكاملة لله، هذو هما الكمل، يجمعوا كامل لعباد الله الكمل كاملون. وفي الحديث الصحيح كمل من الرجال كثير، مقام ديال الصديقية كمقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أيقن في أن لا فعل ولا حول ولا قوة ولا ضر ولا نفع إلا بالله، فمارس ذلك في حياته بشكل قد، بل ليس بقد ولكن بالتحقيق، لا يطيقه كل الناس، كأولئك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا يرقون ولا يسترقون، ما يطلب شي واحد يداويه، الدواء والتداوي مطلوب ندبا، ولكن للإنسان أن يختار ضربا من التوكل ليس في طاقة كل الناس، لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ولا يكتوون، يعني أنه لا يمارس أسبابا معينة في أمر الابتلاء، يخضع لله ويتوجه في ذلك إلى الله وإلى الله وحده، وإذا مرضت فهو يشفين، يأخذ هذه بها يتداوى حياته كلها، وليس ذلك مطلوب، هذا راه ماشي معناته زعما راه خص الناس من الدواء، ما يفهموش الناس هذا الشيء، لا، ولكن ذلك اختيار،
اختيار، قد يختاره الإنسان. فإذا اختاره عن يقين وعلى أساس ضربين التعبد والتوحيد والإخلاص لله فلا يجوز لومه فيه، خليه خليه. نرجع إذن إلى صلب المسألة وهو المخ. قلنا الافتقار، ولذلك رب العالمين سبحانه سطر عليها يسأله، ذكرها وانص عليها على أنها ضرب من التوحيد، بل هو عمق التوحيد لله، أي أنه الواحد الموحد سبحانه وتعالى بعبادة المخلصين الموحدين له. كل من في السماوات والأرض في حاجة إليه، فلذلك حينما يمد الإنسان يده بالسؤال معنى ذلك أنه يذل نفسه ثم يشعر بالحاجة والافتقار، وإلا ما معنى المسألة؟ ما معنى المسألة؟ فلذلك إذن المسألة الحقيقية والافتقار الحقيقي إنما يجب أن يتوجه به العبد إلى الواحد الغني حقا الذي لا غنى إلا به، وهو مقام الغنى العالي. من هنا إذن نخلص إلى أمرين فقهي في التربية والسلوك، يعني حكم شرعي في التربية والسلوك. وقل ما يخطر بالبال، بزاف ديال الناس كينساو ما ينتبهوليش مع الأسف، وقد نجدهم من أهل التدين والصلاح في بعضهم سبب الغفلة، وهو نسيان الدعاء. كيصلي كيصوم كيزكي، ولكن مرة مرة يزد الله تعالى بدعاء ما كيديرهاش. هذا خطأ فظيع ومشكلة كبرى ومشي سهل. في حديث ترويه سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها الصديقة بنت الصديق على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. لازم النهار الأول عمرك ما هزيت يديك لرب العالمين، النهار الثاني الثالث مالك ما محتاج. أحد أمرين، إما أنك في غنى عن الله واحد، وإما أنك تعتبر ذاك الشيء اللي كيجيك من النعم يومين، لأننا يومين في نعمة من أرزاقنا وأبداننا وأحوالنا، في نعمة غارقون في نعم الله. إما كتقول أنت ما محتاج، ولا كتقول ربي بزز عليه يدير لي هذا الشيء. توجب على الله أن يمن عليك بالرزق وبالطعام وبالشراب وباللباس وبالصحة وبالعافية وبسائر الإمكانات التي أنت غارق فيها يوميا من النعم. من لم يسأل الله يغضب عليه، حتى يكون الإنسان في فلك العبادة يسأله من في السماوات، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم. يمكن هذا كل يوم تأخذها على ما سبق أو على ما لاحق، تقول يعني حسب الوقت الوصل والفصل، وهذا أمر اجتهادي في كتاب الله يعني ضربه من تفسير. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أي أن رب العزة سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن من مصالح خلقه يقضيها لهم، وهم أيضا كل يوم أيضا يعني تعود على ما قبلها وعلى ما بعدها السياق، وهم أيضا كل يوم في سؤال الله. لا يستغني العبد عن الله، ولذلك سبب انحراف الإنسان نسيانه أنه في حاجة إلى مولاه، نسيانه أنه في حاجة إلى مولاه. لأن من اللي كيجيك اللور غير نسيان، بمعنى أنه غفلة، وهو أعمق من نسيان غفلة. لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، تحصل النسيان ثم يحصل ضعف العزيمة غفلة. حينما يغفل الإنسان اليوم وغدا وبعد غد كيولف إحساس أنه قادر على قضاء حوائجه بنفسه ولذاته، فيحصل له ضرب من تخريب الشيطان في عقيدته، في عقيدته أنه غني بنفسه، يعني قادر يدير شغله، يستغني بماله أو يستغني بقوته العضلية أو يستغني بسلطانه وجاهه أو يستغني بقبيلته ونفوذه. هذا ضرب من الطغيان، وهو مصير الكفر والعصيان والعياذ بالله، وهو قول الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى. علاش؟ رآه استغنى، ذلك تعليل. لماذا يطغى الإنسان؟ لأنه يتوهم أنه قد استغنى عن الله،
هذا المعنى. وشوف التعبير ديال القرآن، الرآه أي أن رأى هو، هذاك هو جمع الإنسان، يعني رأى نفسه كيبدا يجيب له باله كيتخيل له رسول الله ما بقى محتاج لواحد آخر. الرأى نفسه لأنه ليس غنيا في حقيقة الأمر، لا غنى للإنسان إلا بالله، مهما كان هذا الإنسان رئيسا أو مرؤوسا مالكا أو مملوكا، لا غنى للإنسان إلا بالله. فإذا توهم أنه قد استغنى عن الله فقد طغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والاستغناء راه ماشي ديما بالفلوس، ذكرتها مرارا، قد يستغني الإنسان بالمال نعم، ويطغيه المال كما صار لقارون من قبل ولكثير من أهل المال ممن لم يوفقهم الله إلى عبادة الله بأموالهم. فالاستغناء إذن قد يحصل بأساليب شتى، يستغني الإنسان بماله أو بقوته البدنية، يجوز الإنسان فقير ولكنه لأنه قوي وموجود في المجتمع وفي البيئات وبعض الأحياء يطغى ويقطع الطريق في حي أو في مكان ما، فهذا ضرب من الطغيان يحصل بسبب الشعور بأنه قد استغنى عن الله جل وعلا أو بالسلطان، يعني عنده قوة عنده منصب في الدولة فيظن بأنه لا أحد يصله فيوظفه، هذا كيسميه الشطط في استعمال السلطة، فهذا طغيان ومآله الدمار والخراب في جميع الأحوال. لكن العبد حينما يسجد لله جل وعلا داعيا ربه مستغفرا منيبا إليه تائبا خاشعا راغبا راهبا يذوب الطغيان من القلب ويزكو الوجدان، يعني النفس، روح الإنسان تزكو وتلين أخلاق المؤمن، كيبقى في طغيان تلين أخلاقه لأنه ذاق نعمة العبودية لله جل وعلا وعرف أن لا قوة لأحد إلا بالله، وأن ما عليه من مظاهر القوة مالا أو جاها أو سلطانا أو قبيلة أو إلى آخره إنما هي قوة بالله، لو كفر نعمتها زالت وانقطعت وصار أفقر الخلق في الأرض، وسلط الله عليه عكس ما كان يفعل كما نراه في كثير من السير، سير الناس ممن يؤول أمر طغيانهم بسبب غناهم الذي جعلهم يظنون أنهم قد استغنوا عن ربهم، يؤول إلى مهانة في المجتمع واحتقار بين الناس، وفي أواخر حياتهم والعياذ بالله لا يجدون، لا أقول من يحميهم بل من يشفق عليهم من يسلم عليهم بسبب نقمة الله التي حصلت لهم، إذ لم يشكروا النعمة ولم يكونوا من العابدين بسؤال الله والافتقار إليه كل يوم. فلذلك إذن صمام الأمان ليصل العبد إلى مولاه عن طريق الرضا، أن يداوم العبد الدعاء لربه. ولذلك الله سبحانه وتعالى شرع علينا عبادات شتى كلها إذا نظرت إلى في عمقها إنما هي ضرب من المسألة والدعاء، الصلاة والدعاء من البداية للنهاية. ولذلك ذكرت غير ما مرة أن الإنسان إذا لم يحقق إياك نعبد وإياك نستعين في صلاته ضاعت منه ثمرة صلاته تلك، لأن إياك نعبد وإياك نستعين هي يسأله من في السماوات والأرض، هي توجه إلى الله بالطلب بالرغب والرهب، فتقر بين يدي خالقك ومولاك أنك لا غنى لك عن الله، وأن هذا التوجه بالطلب والعبادة والاستعانة إنما هو له وحده دون سواه، هذا المح ديال الإخلاص والمخ ديال التوحيد. ولذلك طلب منا أن نكرر هذه الصورة في كل ركعة من صلواتنا، وأن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا مثل، وإلا فيتفرع عن ذلك كل معاني الدعاء، حينما تسجد والدعاء خصص لي والسجود خصص للتسبيح وللدعاء فأكثروا فيه الدعاء،
فأكثروا عفوا فأكثروا فيه الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. ففرص الدعاء متاحة في كل شيء على سر غير الصلوات الخمس. خلينا من الأمور الأخرى، خلينا من الفرائض فقط. لو حقق الإنسان صلاته فريضة صبحا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء لوجدها أدعية من بدايتها إلى نهايتها، أدعية ليس بالمعنى يعني العامي لكلمة الدعاء. لأن ما معنى الدعاء؟ قلنا الدعاء أنك توجه بعبارة، أي عبارة، إلى الله بالرغب والرهب، كتطلب شيء حاجة. والقرآن كله كذلك، سورة الفاتحة دعاء من بدايتها إلى نهايتها كلها دعاء، من الحمد إلى اهدنا كلها دعاء، صيغة جامعة مانعة في الدعاء. فإذا أنت تقرأها والدعاء مقترن في الدين بالثناء على الله، إن قيمة الدعاء حينما يعني الدعاء توحيد. احنا كنا نتكلم على نفس الأمر الآن، يعني حينما تدعو الله وتسأله تحقق عجزك وتحقق غناه في نفسك، فهذا التوحيد. ولذلك تجد الدعاء في الحديث وفي القرآن كل فيه يعني ثناء على الله، يعني ذكره بأسمائه الحسنى فادعوه بها، ذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتمجيد وثناء لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل هذا ثناء على الله. علاش؟ لأنك تدعوه بإياك نعبد وإياك نستعين، وتدعوه بإهدنا الصراط المستقيم، لأنه هو صاحب هذه الصفات اللي هو الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين وكذا وكذا، لا غنى لي عنه، هو ملجئي في الدنيا وهو ملجئي يوم الدين. فإلى من ألتجئ إذن؟ إذن ما ألتجئ إلى هذا الرب العظيم الجليل سبحانه جل علاه. فأي انحراف عنه ضرب في التيه وخراب لدين الإنسان. ولذلك طلب الدعاء، أي طلب الله عباده بأن يدعوه وأن يستجيبوا له بالرغب والرهب طلبا ودعاء، هو تحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان وتحقيق الإخلاص وتحقيق الدين بصفة عامة. وتلك هي الفطرة، فطرة إنسان فطور على الاحتياج، حاجة طبيعية سبحان الله. حتى في الأمور يعني المادية بسيطة، طفل غير يتولد من كرش أمه صغير يبكي شوقا إلى الرضاعة فلا يسكته إلا ثدي أمه، يعني فطرة الإنسان أنه في حاجة إلى غيره دائم. لكن حينما ينمو عقله ويكبر وجدانه يوجه طبعا من الطفولة ديالو إلى أن الذي إليه الملتجأ وإليه الرغب وبه يكون به تكون النجاة إنما هو رب العالمين. فيعني هذه الفطرة توجه إلى الاتجاه الصحيح، يعني يصير الإنسان بها حنيفا، أي يميل إلى الله وإلى الله وحده، وينجذب إلى عبادته دون سواه سبحانه جل وعلا. لهذا إذن كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يكثر الدعاء في كل أوقاته، صلواته أدعية، صيامه أدعية، عمرته، حجه، زكاته، كل شيء من الأمور الأركان والفرائض الكبرى. وكذلك لا ينقطع لسانه عليه الصلاة والسلام، لا ينقطع من دعاء الله، دعاء الله وذكره ربه كله في هذا السياق، التسبيح والتحميد والتهليل وكل أنواع الذكر مساقها دعاء، مساقها دعاء. أي أن يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو يذكر ربه توحيدا وتفريدا وتسبيحا، كل ذلك من أجل الإقرار. إن باش نتفاهموا مزيان على قضية الدعاء، ماشي يعني المعنى دائما يعني يا ربي اعطيني، نعم راه هو هذاك، ولكن يعني كتقول يا ربي ما عنديش غيرك، ما لا استطيع ان اعيش بغيرك. لما كتقول لا اله الا الله، شحال من واحد يقول هذه ما عندهاش علاقه بالدعاء، بل هي عين الدعاء، هي عين الدعاء. خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بمعنى أنه لا حياة لي ولا لأي مخلوق إلا بالله. تقر بعجزك، هالصلب ديال الخدمة، تقر بعجزك وتقر بفقرك وتقر بغنى الله المطلق، وأنه لا ملجأ للإنسان إلا إليه ولا منجأ له إلا به، أي لا إله إلا هو. هذا المعنى، لأن آلهة له في العربية بمعنى أحب،
الألف واللام والهاء العربية تعني المحبة، تعني المحبة والشوق. أليها الفصيل يأله، كان العرب كيف طمو الجمل الصغير كيسموه الفصيل، وفصاله في عامين يعني في طامه، فلما كيف طمو الجمل الصغير على الناقة كيسموه فصيل، بقى قادر يأكل أعشاب وحده، ولكن بحال من هذا سبحان الله تا هو في ذاك الاول ما كيكون ساهل باش يتفطم كيبدا يبكي على امه. فاذا خرجت الناقه الى المرعى وبقي فصيلها في الخيمه ناح، وللجمال اصوات اذا حزنت تشبه اصوات الانسان عند البكاء سبحان الله، خلطه يعني البديه كيعرف هذا الامر هذا، فيعني يصدر هذاك الصوت في نوع من الشوق والحنين اشبه ما يكون بالبكاء. كيقولوا العرب أليها الفصيل، أليها أليها من ثم جاءت لا إله، أي أنه اشتاق إلى أمه ووجد أنه عاجز عن الحياة بغيرها، في حاجة إلى لبنها إلى تبييعها. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال، حينما يأله الإنسان يأله أي أنه يشتاق إلى مولاه ويجد أنه لا قدرة له على الحياة إلا به، ولذلك سمي الإله إلها لأن القلوب تألهه، هكذا في كل التفاسير بالإجماع. ما تقرأ كتب العقيدة وتلقى الشرح ديال الإله أي الذي تألهه القلوب أي تتعلق به، ما عندهاش وين عليه، لا تستطيع أن تعيش بغيره سبحانه وتعالى، لأن منه الإحياء ومنه الإماتة ومنه الإطعام ومنه الإرزاق ومنه المنع ومنه النفع ومنه الضر. إذا شعر الإنسان، لأنه سهل نقول هذا الشيء بمخي، هذا المشكل ديال دراسة العقيدة، عدد ديال الناس كيحفظوا هذا الشيء حفاظة لا ينفع الاستظهار إطلاقا، احفظ هذا الشيء حتى تشبع لا ينفعك، إنما ينفعك أن تتخلق به. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يكابد القرآن، ها في الكلف ها المشكل هنا، يكابد القرآن كيعاني محن، معناتها محن مع القرآن، محن شيبتني هود وأخواتها، والسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بليد ما قدرش يحفظ القرآن الكريم، حاشا عليه الصلاة والسلام. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ماله كل مرة طريف كل مرة طريف، لا كذلك، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نعطيك بالطرف والطرف آية جوج سير تخدم، اش غدير صورة؟ لن تستطيع، مستحيل، من أخذه جملة تركه جملة مع الأسف الشديد. شي غير هكذاك 23 عام 23 سنة والقرآن يتنزل على سيدنا محمد وأصحابه، لما؟ إنه كان يبنيهم بناء، حلا كتبني عمارة بالطوبية بالطوبية بالطرف بالطرف حتى اكتمل بناء الإنسان الكامل. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكمل الكمل، أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام. لذلك إذن مكابدة القرآن يعني تعاني القرآن، تعاني أي تعاني تخلق، علاش؟ لأنه أنت طبيعة، أنا وأنت بنادم طبيعة طبيعة، يعني مخلوق الإنسان على واحد طبيعة، إن الإنسان خلق هلوعا فيه الهلع حب الدنيا، هذه أشياء زينت للناس طبيعة خلقة، فتحتاج إلى تهذيب وتشذيب. بحال واحد الجردة واحد الحديقة كيدوز عليها البستاني جردني ودي قصص هذا عود خارج منها مشي وهذا كيقطعوا هذا، تكاد قد يكون واحد التناسق في شكلها ومنظرها. كذلك الإنسان يعني أعشاد برية بحال واحد الغابة وحشية، هكذا الإنسان، فيتنزل عليه القرآن ليهذبه ويشذبه، فيحتاج إلى مقص البستاني، هذا فيه ألم لأن فيه قص واحد العادة خصك تقطعها، قرن خارج ستقطع سيؤذيه وستؤذي به غيرك وتتعذى به، فتحتاج إلى هذه الصفات وأخلاق ديال السوء ديال الشر ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، صفات خبيثة تحتاج إلى 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 تهذيب وإلى تشذيب. النفس تعاني، الآية كتقول لك هذا والنفس تقول لك هكذا، فتجد مشقة في اتباع الآية والتخلق، لأن ماشي قضية اتباع والسلام هكذا بشكل عام، لا تخلق بمعنى أنه ديك الصفة ديال الخير اللي أنت عندك ضد ديالها تماما، يعني خصك تحيد صفة الشر وتولي فيك صفة الخير، هذه راه سميتها المحنة. عرفتوا علاش؟ لأنه الإنسان يعني الناس كيقولوا بالدرجة العامية وصحيحة، طبيعي الجبال يتحولوا والطبيعي ما كيتحولوا، نعم صعب جدا،
ولكن شكون اللي كيحول الجبال ويحول الطبيعة؟ القرآن. والقرآن وحده لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كذلك حينما ينزل على النفس الإنسانية، إذا نزل على النفس الإنسانية كيريب المنكر اللي فيها وتنبت أخلاق الخير. وحدثنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في قوله: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. هذا حديث صحيح. يعني كما أنه الإنسان في التعلم ما يمكنش بين عشية وضحى تجيب كتاب مجلدات وتغرفهم على رأسك وتولي قارئ الكتاب، لا، بسك اليوم وغدا الساعة الأولى الساعة الثانية وتقرأ هذه وتنساها وتمحن معها وتعاود تحفظها وانت غادي مش تعلم. كذلك في الحلم، والحلم خلق، هذا كاين المشكل، راه هذاك قارنوا بهذاك. يعني أيضا إذا بغى الإنسان يكون حليم يستفزك الواحد وما ما كتستفزش، ما عندكش ردود الأفعال، يعني لعن لك أباك لا قدر الله، ماشي مرة واحدة تتعلم بها، نعم كتضبط راسك، ما سهلش هذا كيتسمى الحلم. وكيفاش غنوصل للحلم وأنا سمي حليم؟ قال بالتحلم. بالتحلم أنه واخا أنت ماشي حليم كتبقى تقاتل مع راسك باش تثبت تصبر، يعني تتصبر وتتحلم. هذيك الزيادة ديال يعني تحلم راه فيها زيادة، يعني أنه كتبقى محن مع راسك باش تكون حليم، أي أنك لست بحليم ولكنك تكابد نفسك ويعني تقيد غرائزك حتى تكون متحلما. لا مازال ما يمكنش حليم الآن، غير متحلم. تتحلم اليوم محن وغدا محن وبعد غدا حتى تسلس نفسك للقياد، تولي نفسك تدرب النفس وهي كتبقى ترتاب النفس فتصبح بعد ذلك حليما. واخا يجي واحد يأديك ما كتلقاش النفس ديال كطور تقول كي ورد عليه، تلقى واحد الراحه وطمانينه. يعني حليم كما كنقولوا بالعاميه كما كتشرب الماء، شيء تلقائي، تجد لذه في حلمك ماشي محنه، لا لذه. ها هنا صرت حليما ولم تعد متحلما. فإذا القرآن كله هكا، أن تكون من الحامدين، كنقرأها دائما: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، أي أنك تحمد الله على السراء والضراء. والله إنها من صعوبة بمكان، أنك تقيسنا غير حاجة صغيرة كتخسر لنا الجنة النهار كامل، أي صبرين هذا؟ إذن واخا ما نطقتش بكلمة سوء تلك مرتبة وكيخص القلب يكون فرحان، كتقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله، القلب محن. فإذا هذا ضربون من تصبر وضربون من تخلق بصفة الحمد مسيرة عمر كامل تخدم الاتجاه حتى تكون من الحامدين بشكل تلقائي، بشكل تلقائي، بشكل طبيعي، بشكل فيه ليونة، بشكل فيه يعني طمأنينة وسكينة، بل تجد فيه لذتك كما صار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يجد لذته في الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، احنا كان القرة دي لم نصلى هالأولى الثانية وتضرى وجليا وكذا إلى آخره، وعندي الشغل الفلاني، يعني يكابد الإنسان الصلاة، ولكن في وقت ما تصبح له الصلاة والذكر والدعاء وسائر العبادات كالنفس، هل كتطلع نفس تهبط النفس، بل تجد نفسك مختنقا قطع النفس ديالك إذا تأخرت عن وقتك أو إذا فاتتك لا قدر الله صلاة ما في، تضيق الأرض عليك بما رحبت. هذه مرتبة إيمانية فعلا عالية، حري بمن وجدها ذوقا أن يحمد الله عليها، لأن ذيك كتسمى نعمة الإيمان، نعمة الإيمان. فلذلك المؤمن يجد لذته في هذا ويجد عذابه في غيره، كالذي يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار والعياذ بالله. يخاف، عنده إحساس، يبغض الكفر، يعني لا يشتاق إلى المعاصي، لا يشتاق بل يشمئز منها، ينفر منها، ما حد باقي في نفسك يعني تشهي إلى المعصية. فأنت ما تزال تعاني المكابدة، فتحتاج إلى التخلق بأخلاق القرآن، أي إلى مكابدة القرآن. وهذا كل بني آدم محتاج له يوميا، وهذا هو السر، هذا السر اللي خلى الدين فعلا ضربا من السير إلى الله وضربا من تحقيق الافتقار، الافتقار إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الوعيد في من لا يتوجه إلى الله بالمسألة. وخاتمة القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا
أمته إلى إنشاء الأدعية. تستعمل أدعية القرآن، هذا تكلمنا على يعني أن الصلاة الإنسان يحقق فيها الشيء وغير الصلاة، ولكن يعني تربية للقلب وتهذيبا له وتشذيبا له، يستعمل العبد أدعية القرآن وأدعية السنة النبوية، وينشئ لنفسه كل يوم دعاء بل أدعية في حاجاته اليومية. عائشة رضي الله عنها تحكي لنا أن أصحاب سيدنا محمد كانوا يسألون الله عز وجل كل شيء، حتى السشع أو الشسع. الشسع الشسع يعني زمان قريب باقي، يعني هذوك السيور، السيور ديال 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 الصندلات ديال النعيل، كانوا واحد النعيل وكاين اللي باقي لسهم فيهم الخيوط نعالة بواحد الطريفات حبيلات صغار، فلما كتقطع له النعالة كيقول يا ربي وفقني وسهل لي نلقى شي خيط باش نحزم نعالتي. وحتى الملح ديال العجين، يعني الجزئيات اللي بنادم كيستهن بها لما كيوصل كيطلب الله هذه الأشياء فقد ترقى إيمانه على عكس ما نتصور. لكن تعاملوا مع ربي كما كان تعاملوا مع بنادم، وهذا قياس فاسد، وبه أختم أنبينه لأنه خطير ومدمر العقيدة. كنقول أنا مع راسي يعني فلان الفلاني عنده واحد منصب كبير في الدولة، كبير هو الله سبحانه وتعالى، وباغي نطلب له واحد الحوايج، عندي جوج حوايج، واحدة كبيرة مهمة واحدة صغيرة، كنقول هدا أنا نطلب له هاد الكبيرة، إلا قضارية ديك الصغيرة حتى ما تقدرش ما كاين باش، يعني كتوفر له. علاش؟ رفد له الهم أنا ليه هو أنه ربما ما تكونش عنده الإمكان ديال يقضي لي كل شيء، فاللهم بعد يقضي لي هاد الكبيرة. هاد الشيء كنطبقوا على رب العالمين، وهذا فاسد. زعما أنا ربي الخزائن ديالو تسالات، إلا طلبت له كنقول له بلاتي نطلب هاد الكبيرة هي الأولى، هذيك الصغيرة شي باش ما كان، أطلب الكبيرة والصغيرة، والله إلا ما عطاك الصغيرة ما تلقاها. الصغيرة اللي كتستاهل، زعما علينا كتقول أنت هاد الصغيرة أنا قد بها، ها ها الشرك، هنا دخل الشرك، الشرك الخفي. تقول نطلب هاد الكبيرة، الصغيرة سهلة، علاش سهلة؟ سهلة لأن سهلها الله، ولو شاء لجعلها حزنا. ولذلك في الدعاء والحديث وأنت تجعل الحزن، الحزن هو الشيء الصعيب، في عمرك كيقرأ الحزن، لا، الحزن هو القنط، الله يجزيكم ويجزيكم القنط، لا، الحزن، الحزن هو الشيء معقد صعيب. جبل حزنون أي الصخور ديالهم مش نقراو واعرة ما تقدرش تطلع له. وأنت تجعل الحزن إذا تشاء سهلا. فلذلك الإنسان يطلب اللي كيبان لك صعيب طلبه، واللي كيبان لك سهل تا هو طلبه. كل يوم شوف البرنامج اليومي ديالك، فاسأل الله وادعوه خير ذلك لهم. كان سيدنا محمد يجميل الدعاء، وبهذا الدعاء نختم. كان كيقول كل صباح عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك، دابا رافق من النعاس عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وهداه ورزقه، وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ورزقه وهداه، كان هداه يا الخير، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ورزقه وهداه، وأعوذ بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده. يعني ديال النهار، دعاء ديال النهار، يسألوا خير ذلك اليوم، ويسخال ويسألوا رزقا، ويسألوا أيضا رشدا ورشدا وهدى، ويتعوذ بالله من شره وشر ما قبله وشر ما بعده. لأن يعني الشر والعياذ بالله متعدي، كيمكن يكون شيء شر وقع البارح وما يعطي النتيجة حتى اليوم، ولا غير يوقع غدا، كيوقع اليوم شر ولكن ما يعطي النتيجة الخبيثة ديالو حتى الغدا. فتتعوذ بالله من شره، من الشر الذي يمكن أن يقع هذا اليوم بسبب أمر وقع أمس، ومن الشر الذي يقع اليوم ولكن لا يحدث ضرر اليوم ولكن يحدث لك ضرر غدا. دعاء جامع مانع، تسأل الخير من هذا اليوم، وتسأل وتتعوذ بالشر من هذا اليوم، وتلتجئ في كل ذلك إلى الله وإلى الله وحده. ثم يعني دائما العبد يجعل لنفسه أوقاتا كما كان يصنع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يسألون مولاهم ويدعونه رغبا ورهبا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا، فاغفر لنا فإنه يغفر الذنوب.